وحفظها اللغة
الضالية لم يعلم هل تلقى محمد قبل بعثته كتابا مكتوبا من أحد من علماء النصارى؟ لم يعلم. هل تعلم على يد عالم من علماء العرب أصحاب المعلقات وأحفظ القرآن؟ لم يعلم. إذا فمن الذي علمه القرآن؟ ومن الذي أعطاه هذه الآيات بالمراد والصور؟ وهل ادعى أحد بعد أن أعلن النبي أنه رسول صلى الله عليه وسلم بعد أمنيته؟ هل ادعى أحد من أهل الكتاب والله وقال إنه أخذ مني هذه الآيات؟ لم يعرف. إذا ما يبقى في النهاية أمام هذه الاحتمالات الخمسة إلا أنه تلقى هذه العلوم القرآنية والوحي الرباني من الله عز وجل ويصدقه القرآن وما فيه من إعجاز دليل إلى يوم الدين. ويؤكد هذا أيضا حاجة كمان، إن القرآن بإعجازه ما ينزلش كل رطبة على بعض كده تقول أصله سرق من حد أو خد من حد، لا، ده نزل على 25 سنة، ما ظهرش في ال 25 سنة في واحد قال أنا اللي اديته أو أنا اللي علمته. إذا هو وحي الله عز وجل، فصدق فيما بلغ عن الله، وكما قال ربنا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد الحب. لذلك قال الله عز وجل بعد أن علمه كل هذه العلوم، من علمه العلوم عن خلق الإنسان، من علمه العلوم البيولوجية، من علمه العلوم الطب، من علمه العلوم الفطرة، من علمه العلوم الحشرات، من علمه العلوم الحيوانات، من علمه العلوم الكواكب، من علمه العلوم الذرات. ده امبارح مجموعة من الأولاد العرب جابوا عندهم الذكاء الاصطناعي صلاح